شرفات الغوف، نحت الجبال، رحلة عبر الزمن. العظمة في أحد صورها هي تلك النظرة من أحد شرفات الغوف لتتمتع بجمال صنعته الطبيعة وتواصل الإنسان معه ليكمله تاركا آثار ساحرة. الغوفي مدينة أثرية تقع شرق العاصمة الجزائرية، تابعة لولاية باتنا عاصمة الأوراس. اسم المنطقة الحقيقي هو آفلوس، وهو لفظ أمازيغي يعني الفج العميق. أما اسم غوفي فأخذته من روفي، وهو مستوطن فرنسي بنى أول فندق سياحي في المنطقة سنة 1920. بمجرد رؤية شرفات الغوفي وتلك البيوت المتدلية، ستنفصل تماما عن الواقع لتسافر لعصر آخر وزمن آخر. فالكيف الذي يطرح حول التصميم الهندسي يجده مختصون يعبر عن حالة من الإبداع والتناغم بين السكان الأصليين وهم البربر قبل مئات السنين مع صعوبة الطبيعة. أبدع الخالق في تصويرها، فعلى أرضها تزاوج لون الرمال الذهبية مع خضرة الطبيعة، وامتزجت في سمائها لفحات الصحراء القاسية بهواء الجبال المنعش، فأعطت مشهدا فريدا من نوعه استحق أن تصنفه منظمة اليونسكو ضمن قائمة المواقع التاريخية والطبيعية العالمية. وإن بقي منها أطلال فهي لا تزال تحفة أوراسية بامتياز، وكنز ومعلم سياحي غاية في الجمال والروعة، كما تبقى تنتظر من يميط عنها اللثام ليبرز مفاتنها للعالم أجمع. فالغوفي تستحق ذلك بكل جدارة واستحقاق.